صباح الخير يا دكاترة، معاكم دكتورة ولاء عثمان، مدرس فارماكولوجي كلية الام تي اي. النهاردة هنتكلم على الاكسبيرمنتال على تيشو جديد وهو الهارت. هنشوف الافكت برضو بتاع الدراجز عليه والانون هتبقى ازاي. اتفقنا مع بعضينا ان السيمباثاتيك هو سيستم الفايت والفلايت، يعني بتاع الخناقات، يبقى اكيد السيمباثاتيك على الهارت هيعمل له ستيميليشن. مش السيمباثاتيك يشتغل، ضربات القلب هتزيد، الكونتراكتيليتي هتزيد، كل الفانكشن بتاعته هتزيد. العكس بالنسبه للباراسيمباثاتيك، هو سيستم الراحه، وبالتالي لما اشغل باراسيمباثاتيك يبقى انا كده هريح الهارت من ضربات قلبه من كونتراكتيليتي. تمام. طيب تعالوا نشوف دي برضو ازاي كنا بنعمل التجارب ايام زمان. كنا بنجيب الرابت وندبحه وناخد الهارت بتاعه ونركبه على جهاز اسمه لانجندورف، بيدي السبلاي برضو النيوترنت اللي محتاجها والاكسجين لغايه ما التجربه تخلص. تعالوا نشوف ايام زمان فيديو بسيط كده، مثلا كنا بنعمل ازاي التشريح للفار. عشان يعني دلوقتي بقينا بنستخدم سوفت وير بيسهل علينا الدنيا دي كلها، بيبقى فيه سوفت وير بيطلع الهارت اكنه بالظبط على جهاز، وبنجرب الادويه على طول من غير الحاجه لكل المراحل اللي كانت قبل ايام زمان بتتعمل. خلاص هنا هو عمل ايزوليشن للهارت بجزء من الاورطه عشان يعرف يعلقها في الجهاز اللي كان اسمه لانجندورف. المحلول اللي بينزل ده محلول بيسبلاي الهارت بكل النيوترنت اللي محتاجها عشان ما يموتش لغايه لما خلص التجربه. وبنروح جايبين الاورطه ونعمل زي هوك نربط حواليها عشان نثبتها، ويبتدي بعد كده ننقلها عشان الكيرف يبتدي يرسم الكونتراكتيليتي بتاعه التيشو او الهارت باستخدام ديفرنت دراجز. طول ما الهارت ليه انت حافظه على درجه حراره مناسبه وبتدي له نيوترون بيفضل شغال معاك، وبتعرف تجرب الديفرنت دراج بالطريقه دي. تمام. الدنيا دلوقتي بقت اسهل ليه بقى؟ لاننا بقينا بنستخدم برضو في الكلية سوفت وير زي ما شفنا في الانتستين، بنظبطه بالظبط، بنختار التيشو اللي هو الهارت وبنبتدي نختار نظبطه ونجرب الأدوية برضو بنفس الطريقة، بنختار الدراجز اللي بتعمل استيميليشن وبالتركيز المناسب ونروح مجربينها بتدي الاستيميلانت افكت، ولو احنا عايزين نعمل انهبيشن بنفس الطريقه. تمام. مش مطلوب منكم الديتيلز بتاعه ازاي بنعمل التجربه زي ما اتفقنا، كل المطلوب مننا تعرف تدايجنوز الانون ده بيبقى ستيميلانت ولا انهبيتوري. طيب نفتكر برضو حته بسيطه عشان تسهل لنا الكلام. ده الهارت، عايز اعرف ايه الريسبتورز اللي عليه عشان اعرف ايه اللي بيعمل ستيميليشن وايه اللي بيعمل انهبيشن. هنا سيمباثاتيك نيرفس سيستم جاي للقلب، واتفقنا مع بعض ان الجانجليا مرميه بعيد في الجسم بتاع الحيوان اللي انا ذبحته، يبقى اللي واصلني هو بوست جانجليونيك فايبرز بس، بتنتهي بريسبتورز مشهور جدا في القلب اسمه البيتا 1. اتفقنا مع بعض بتاعت الانتستين اسمها بيتا 2، لكن الهارت بيتا 1 ولازم يبقى بيتا 1. تمام. اوكي. طيب ايه الباراسيمباثاتيك؟ بتيجي بقى الفايبرز بري، وفي جانجليا اللي هي اسمها NN فيها ريسبتور اسمها نيكوتينيك ريسبتور، يبقى هنا الجانجليا بقى بتاعت باراسيمباثيتك، وهتطلع بوست جانجليونيك فايبرز اللي هي بتنتهي برضو بريسبتور اسمه الM2. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ماسكارينيك ريسبتور موجوده في الانتستين M3، لكن ماسكارينيك ريسبتور الموجوده في الهارت M2، البيتا ريسبتور الموجوده في الانتستين بيتا 2 لكن موجوده في الهارت بيتا 1. طيب يبقى السيمباثيتك لو اشتغل على البيتا 1 يعمل لها ستيميليشن، والباراسيمباثيتك لو اشتغل عن طريق ان انا شغلت الجانجليا دي بنيكوتينيك اجونست يشغل النيكوتينيك ريسبتور، او رحت مباشره على الماسكارينيك ام 2 شغلته، برده ده كله هيشغل الباثوي بتاع الباراسيمباثيتك اللي هو بيؤدي لان القلب يهدى ويقل كل الفانكشن بتاعته من هارت ريت ومن كونتراكشن ومن فورس اوف كونتراكشن. طيب يبقى احنا هنا عندنا ده بيعمل انهيبيشن، البيتا 1 بيعمل ستيميليشن.
ايه كمان بيعمل استيميليشن عشان يبقى متعادلين، تو ريسبتور يعملوا استيميليشن قدام تو ريسبتور يعملوا انهيبيشن، الهيستامين. لو تفتكروا انا قلت في الانتستينال اتش 1 هناك بيعمل استيميليشن، وبرده هنا الهيستامين بيعمل استيميليشن بس بريسبتور مخصوص اسمه الاتش 2. مطلوب منك تعرف ايه الريسبتور بتعمل استيميليشن، البيتا 1 والهيستامين اللي هو الاتش 2، والريسبتور بتعمل الانهيبيشن اللي هي تشغيل الباراسمباثيتك سواء عن طريق النيكوتينيك ريسبتور اللي هتشغل في النهايه البارا، او تشغله مباشره بالام 2 اللي هتشتغل على الام 2 ريسبتور. تمام. طيب نفس المنظر ده كان شكل الهارت نورمال، ده شكل الاستيميليشن وده هيبقى شكل الانهيبيشن. الاستيميلانت دراج مجموعه في الجدول ده، احنا اتفقنا ان احنا عندنا يا بيتا 1 ريسبتور هشغلها هيشتغل القلب، يا هيستامين اتش 2 ريسبتور هشغله هيشتغل القلب، يا في طريقه ثالثه اشتغل بطريقه دايركت زي ما عملناها في الانتستين وعملنا انهيبيشن، هنا برده ممكن اعمل ستيميليشن للقلب مباشره على عضلاته من غير الحاجه لوجود ريسبتور اشتغل عليها. طيب الادويه اللي متقاله لك دلوقتي دي اللي هي الادرينالين اللي هو بيشتغل على كل انواع السمباثيتك ريسبتور الفا وبيتا كلهم، طالما في بيتا 1 في الموضوع يبقى هيشغل القلب يعمل له ستيميليشن. النور ادرينالين ده جزء نظري بس هنعيده، النور ادرينالين بيشتغل على الالفا ريسبتور والبيتا 1 طالما البيتا موجوده قلنا خلاص القلب هيشتغل. الايزوبرينالين ده اجونست على كل انواع البيتا بما فيهم البيتا 1. الدوبامين والدوبيوتامين بيشتغلوا على البيتا، الدوبيوتامين ده بيور بيتا 1 اجونست فما بحطه على القلب بيشغله، والدوبامين بيشتغل على برده البيتا 1 مع ريسبتور اخرى. طب كل دول لما احب ابوظ مفعولهم استخدم بلوكر اسمه ايه؟ استخدم بلوكر اسمه بيتا بلوكر وهو البروبرانولول. طيب الهستامين برضو بيعمل استيميليشن عن طريق انهي ريسبتور؟ الاتش 2. لما احب ابوظ الافكت بتاع الاستيميلانت يبقى ركز معايا، الهستامين بتعمل في ناحيتين سواء انتستين او هارت استيميليشن، الرك على انت هتقفل ببلوكر ايه؟ بلوكر الهستامين في الانتستين اسمه ميبايرامين، لكن هو بيقفل اتش 1 ريسبتور. لكن بلوكر الهستامين في الهارت اسمه سايميتيدين، بيقفل ريسبتور اسمه الاتش 2 ريسبتور، سب تايب من الهستامين اسمه الاتش 2 ريسبتور. طيب وقلنا في طريقه الافكت الدايركت ادويه زي الكافيين الشاي والقهوه كتير اللي بيشربوهم ممكن يلاقي ضربات زياده او ضربات قلبه تزيد مع كتره بالذات في الامتحانات والستريس. ليه؟ بيعمل دايركت افكت على عضله القلب. كمان ديجيتالس دواء هناخده في علاج الهارت فيلير في موديول الكارديو فاسكولار ده بيشغل عضله القلب من غير استخدام الريسبتورز دي، الامرينون والميرلينون كلها ادويه ستيميلانت على القلب بدايركت افكت. لما تحب تبوظ مفعول الادويه الدايركت دي عمرك ما هتقدر تستخدم الريسبتور او البلوكرز دي، لا بنستخدم حاجه اسمها فيسيولوجيكال انتاجونست. تعالوا نشوف يعني ايه فيسيولوجيكال انتاجونست. مبدئيا في الفارما لما بنحب نبوظ مفعول دواء عندك كذا طريقه، لو انت استخدمت الدواء اللي هو اسمه الاجونست زي مثلا ندي مثال على الادرينالين، الادرينالين بيشتغل على البيتا 1 ريسبتور، لما احب ابوظ مفعوله وبستخدم بلوكر ليه اسمه البروبرانولول، الاثنين الادرينالين والبروبرانولول الاثنين بيتخانقوا على ريسبتور واحد، يبقى دوايين مختلفين بيتخانقوا على ريسبتور واحد، واحد عايز يشغله هو الادرينالين وواحد عايز يبوظ المفعول وياخد المكان ياخد يقف على الريسبتور بس ما يشغلوش، ده البروبرانول. النوعيه دي من الانهبيشن اسمها فارماكولوجيكال انتاجونيزم. طيب في نوعيه ثانيه اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يعني ايه فيسيولوجيكال؟ يعني دوايين يعملوا مفعولين مختلفين بس كل واحد مستخدم ريسبتورز مختلفه ويدوا مفعول معاكس لبعض. اشهر مثال على قصه الفيسيولوجيكال انتاجونيزم دي اللي بتبقى العلاقه ما بين الهستامين والادرينالين. كلهم يعني كتير نعرف حاجه اسمها الانافيلاكتيك شوك، لما بتبقى في ادويه مثلا بناخدها زي البنسلين مثلا، حقنه البنسلين عند الناس اللي عندهم حساسيه ويفرز كميات كبيره من الهستامين تروح عامله لهم هبوط حاد في الدوره الدمويه وتجيب لهم برونكوس بازم او اختناق، بتبقى سببها ايه؟ سببها ان طلعت كميات كبيره من الهستامين اشتغلت على الاتش 1 ريسبتور. لما اشتغلت على الاتش 1 راحت عملت سيفير فازو دايلاتيشن وسعت الاوعيه الدمويه فضغط العيان وقع وده اللي بيسبب له الهبوط. والهستامين برضو بالاتش 1 بيروح على البرونكاي يعمل فيها برونكو كونستريكشن فيجيب لهم اختناق ويتخنقوا ويموتوا. يبقى الهستامين عمل افكت بايه؟ بالاتش 1. لما بنيجي نعالج عيانين الانافيلاكتيك شوك بنستخدم لهم الادرينالين، الابنفرين هو الاسم الثاني للادرينالين. طب الادرينالين بيصلح الحاجات اللي عملها الهستامين ازاي؟
بيروح لو الهستامين عمل فازو دايلاتيشن بيعمل هو فازو كونستريكشن. هل بيستخدم نفس الريسبتور يقفلوا له؟ لا، بيشتغل بريسبتور اخر اسمه الالفا 1 يعمل فيه فازو كونستريكشن، يشتغل على الالفا 1 يعمل فازو كونستريكشن فيبوظ الفازو دايلاتيشن اللي كان عامل الهبوط. طيب والبرونكو كونستريكشن كان الهستامين عامله بالاتش 1 هو بيروح يظبطه بانه يشتغل على ريسبتور اسمه البيتا 2 بيعمل فازو برونكيو دايلاتيشن. يبقى الافكت بتاع الهستامين انا بوظته بدواء اشتغل على ريسبتور اخرى مختلفه. الطريقه دي اسمها الفسيولوجيكال انتاجونيزم. يبقى الفسيولوجيكال انتاجونيزم طريقه بنستخدمها عشان نبوظ مفعول الادويه بان احنا نشتغل على تو ديفرنت ريسبتور. تمام. طيب تعالوا نشوف الادويه اللي تعمل استيميليشن. ده الادرينالين، الدنيا كانت ماشيه نورمال، حطيت استيميليشن بالادرينالين وجيت عملت بلوكينج بالبيتا بلوكر وجربت الادرينالين تاني ما اداش افكت. يبقى ده دواء شغال على انهي ريسبتور في القلب؟ البيتا 1، بيتا 1 اجونست. حد يقول بيتا 2؟ بيتا 2 دي بتاعت الانتستين. طب الكيرف التاني، الدواء برضو حطيت هيستامين وقفلت بالبلوكر المخصوص بتاع الهيستامين على القلب اللي هو الاتش 2 وجربت الهيستامين تاني ما اشتغلش، يبقى ده كان هيستامين. طب هنا بقى الادويه اللي بتشتغل بالدايركت، عملت استيميليشن، جربت بلوكر البيتا 1 اللي هو البروبرانولول، جربت بلوكر الهيستامين اللي هو الاتش 2 السايميتيدين، وجيت احط الدواء التاني اللي هو الديجيتاز فضل لسه شغال. ليه؟ بيشتغل بطريقه دايركت وكل البلوكرز مش هتعرف تاثر عليه. تمام. طيب الانهيبيتوري هم ايه؟ الانهيبيتوري هم الادويه اللي هتشغل البارا سمباثاتيك. مش احنا اتفقنا ان البارا سمباثاتيك بيعمل انهيبيشن على القلب لان هو سيستم الراحه؟ يبقى لو شغلت البارا سمباثاتيك جانجليا يبقى عن طريق نيكوتينيك اجونيست اللي هو النيكوتين سمول دوز، وليه برضو اخ تاني اسمه الليبولين سمول دوز، هما الاثنين بالجرعات الصغيره يشغلوا الجانجليا بتاعه البارا سمباثاتيك. والبارا سمباثاتيك طالما اشتغلت الجانجليا بتاعته نهايه المطاف هيطلع استايل كولين، هشتغل على الام 2 ريسبتور. تمام. طب ابوظ مفعولهم بايه؟ بنفس الفكره اللي قلناها في الانتستين، يا تقفل الجانجليا ببلوكر يعمل كومبيتيشن اللي هم اسمهم الميكامايلامين كومبيتيتيف بلوكر، ليهم اسماء كتير واحده منهم كتير بيجي في كيرفات هو الميكامايلامين، يا تقفل مفعولهم بحاجه اسمها تعمل دي بولارايزنج بلوكر، تشغل الريسبتور الاول شويه وبعد كده تقفله اللي هم الدي بولارايزنج زي نيكوتين لارج دوز. طب ممكن ابوظ مفعولهم برضو الانهيبيتوري اللي هم الجانجليون ستيمولانت دول ازاي؟ مش انا قلت لك ان الجانجليا دي لما هتشتغل في نهايتها هتطلع بوست جانجليونيك فايبرز تطلع في اخرها الاستيركولين؟ خلاص اقفل، اقفل بالاتروبين وبالتالي تبقى انت ايه قفلت الطريق في الاخر خالص. او استخدم طريقه الفسيولوجيكال انتاجونيزم، ان لو الادويه دي بتعمل انهيبيشن روح جرب ادويه بتعمل استيميليشن، تبقى دي شغاله بطريقه ودي شغاله بطريقه ثانيه. طيب الام 2 وهو رسول البارا سمباثاتيك في القلب، هو الريسبتور بتاع البارا سمباثاتيك في القلب، ايه شغله؟ ادويه بارا سمباثوميميتيك دايركت زي ما اتفقنا في الانتستين شرحناها، او اندايركت يعني ما تروحش تشغل الريسبتور مباشره، لا هي بتروح تخلي الاستيركولين ما يتكسرش فيفضل قاعد، فعشان كده بيسموهم انتي كولين ستريس. الادويه دي لو بتبوظ الريسبتور الانزيم اللي بيكسر استيركولين بطريقه ريفرسبل يعني شويه ويرجع الانزيم يعرف يشتغل تاني نسميها ريفرسبل، لكن لو بوظت الانزيم تماما وخليته ما يعرفش يكسر استيركولين فيفضل استيركولين قاعد لمده طويله جدا الى ما لا نهايه نسميها ايريفرسبل انتيكولين ستريس. الاثنين عايز تبوظ مفعولهم روح اقفل الريسبتور اللي كانوا هيشتغلوا عليه وهو الماسكارينيك ريسبتور بانك تقفل بالاتروبين، او برضو استخدم طريقه الفسيولوجيكال يعني اشتغل على باث واي ثاني يعمل استيميوليشن. طب الادويه الدايركت زي مين؟ زي ادويه اسمها كانوا بيستخدموها ايام زمان في البنج الكل اللي هم بطلوا يستخدموها عشان الديبريسنت افكت اللي بيحصل على القلب، زي الهالوثين ده كان بنج، والايثر برضو كان بنج، والكلوروفورم بس دي كانت بيستخدموها للحيوانات، او دواء اسمه الفيراباميل بيقفل الكالسيوم تشانل في القلب. كل الادويه دي بتنهبت فانكشن القلب يعني تخلي الهارت ريت يقل، الكونتراكتيليتي تقل، وبطريقه مباشره من غير استخدام التو ريسبتور دول اللي هم النيكوتينيك او الماسكارينيك. لو عايز تشغلهم ما قدامكش، يعني لو عايز تبوظ مفعولهم ما قدامكش غير انك تستخدم طريقه الفسيولوجيكال، تشغل القلب بطرق مش محتاجه الريسبتورز، او انك انت تبقى بتعمل استيميليشن بطريقه اخرى زي ما اتفقنا مع بعض. طيب دي كيرفات الانهيبيشن، كانت الهارت ماشي نورمال، حطيت ليش معنى هنا بقى النيكوتين بيعمل انهيبيشن وفي الانتستين بيعمل استيميليشن؟ في الانتستين هو الرك على ان البارا سمباثيك بيعمل ايه في الاورجن؟
النيكوتين في جميع الحالات هيشغل الجانجليا بتاعت البارا سمباثاتيك، بس في الانتستين كانت البارا سمباثاتيك بيشغل الاورجان ده بينشطه، فكان النيكوتين سمول دوز هناك يعمل استيميليشن. هنا النيكوتين هتشغل برضو الجانجليا بتاعت البارا سمباثاتيك، بس هنا البارا في الهارت بيعمل انهيبيشن فتروح عامله الانهيبيتوري افكت. طيب هدي البلوكر اللي اسمه تراي ميتافان، ده اسم تاني للجانجليون بلوكر الكومبيتيتور. يبقى احنا خدنا ميكامايلامين ده اسم، تراي ميتافان ده اسم برضو للجانجليون بلوكر. احط نيكوتين سمول دوز ما يعملش مفعول، ليه؟ افلاله الريسبتور بتاعه. طيب هنا برضو هنا دي ده كيرف بيقول لك انه النيكوتين سمول دوز ممكن تبوظ مفعوله بانك تقفل الجانجليا، وممكن تبوظ مفعوله بانك تسيب النيكوتين يشتغل ويطلع تشارج هتمشي في البوست جانجليونيك فايبر بتاعت البارا، وفي النهايه تطلع استيركولين. انت بقى روح اقفل للاستيركولين شغله بانك تدي بلوكر للاتروبين، يبقى انت كده قفلت مفعول النيكوتين سمول دوز بطريقه غير مباشره، سبته يشتغل ويطلع استيركولين وانت رحت قفلت له بقى السكه في الاخير بالاتروبين. فتيجي تجرب تاني نيكوتين سمول دوز ما يجيبش نتيجه مع الهارت. دول كانوا مثال على ادويه تعمل جانجليون ستيميوليشن على البارا سمباثاتيك. طيب الكيرف الاولاني اكزامبل على الماسكارينيك، الاستيركولين بيشغل الماسكارينيك ريسبتور، فتعمل الماسكارينيك، نركز ماسكارينيك في الانتستين تعمل ستيميوليشن، ماسكارينيك اجونست في الهارت تعمل انهيبيشن، وبعدين اقفل بالاتروبين اللي بيقفل الريسبتور دوت واجربه تاني ما يشتغلش. الفيرابامين مثال على دواء بيعمل انهيبيشن على القلب دايركت، فعمل انهيبيشن، اجرب الاتروبين اللي هو بيقفل الماسكارينيك ريسبتور واجي اجرب الفيرابامين تاني الاقيه لسه عارف يشتغل. ليه لسه عارف يشتغل؟ لانه ما استخدمش الريسبتورز بتاعه الماسكارينيك خالص، يبقى ده دايركت افكت. طيب شكرا يا دكاتره. انا ببقى على فكره احيانا مش عارفه ان لان هو